لسه كمل سنه فرع صحام، انا اليوم موجود في صحام. يقول لك بما انك كملوا سنه مسوي لك عرض قوي، يقول لك العرض يبدا من تاريخ 27 لتاريخ كم؟ 29 يا حبيبي، ركز وياي وخلنا نشوف العروضات مالهم. اول عرض، عرض البصل حبيبي، يقول لك الكيلو 345 بيسه يا حبيبي. يقول لك الصندوق طماط توقع على كم؟ 790 بيسه. دياي الصفا المعروف لا يعرف 1100 جرام، كم حبه داخل؟ 10 حبه، 12 ريال و990 بيسه. كيلو لوز توقع على كم؟ ريالين و550 بيسه. يقول لك زيت عريض الحبتين، الحبة لتر ونص ريال و590 بيسة. إيش كناري 35 كيلو 13 ريال 900 بيسة. فاصوليا 12 حبة ريال و590 بيسة. صابون بنقص 5 كيلو ريال و990 بيسة. هذا هو الشعري، يقول لك الكيلو ريال و190 بيسة. تقم أواني، يقول لك ثمان قطع حق المطبخ 10 ريالات 990 بيسة. الآيفون على كم؟ 495 بيسة و900 بيسة. معقولة تلفزيون فلت 70 بوصة 149 ريال 900 بيسة. مثل ما قلت لك عندك هاي الثلاجة اسمها بيكو 169 ريال 900 بيسة. عندك هذا اللابتوب 39 ريال 900 بيسة. حرك ذا الماي وان بغيت تنش الصبح حرك ذا السمون، اتوقع ذيلا الثنتين 4 ريالات 990 بيسة. جميع الألوان عنده توقع لك 4 ريالات والله ما أشوف 900 بيسة. نيستو راح يفتح الساعة 6 فرع الصحن، ويقول لك العرض يبدأ ما من الساعة 6، 7 و8 و9. خلك جاهز 3 ساعات من أقوى العروض عندهم. شيل